بخير، وتحية لكل الفاعلين في هذه المدينة هذه اللي وفتهم المنية أو اللي مازال على قيد الحياة. أنا الاسم ديالي هو أبو نعناع، الشقة اسمي من النعناع، والنعناع جميل، والنعناع في أي بيت مغربي، النعناع عند الفقير والغني، النعناع عند الطبقات كاملة. النعناع الرجل ملي تيبغي يمسح الدارو تيقول لمراتو صوبي لي شي كويس من النعناع، النعناع تيتكل مع القرقرة مع الزبيب مع التمر مع النوى مع جميع الحلويات. لكن النعناع ملي تيبقى في الكاس تجي واحد الحشرة ظريفة تطرع فيه، قليل تيسوع باش نقول، ولكن النحلة ملي تزرعها النعناع والحلاوة ديالو تطرع فيه، شتا تولد النحلة تولد العسل، اللي بغى العسل راه عند بو نعناع. فلهذا هذا مدخل للتعليم ممنوع باش دير المداخيل وتدخل، والجمهور محتاج وباغي، تيجيو الناس باغيين يشريو الوراق، ولكن السلطات المعنية كالمجلس البلدي والثقافة تتمنع انك باش تقطع البيي وباش دير وكذا. لهذا اننا تنضطر اننا نديرو باللغة الفرنسية امارش للسيارة ديالنا، ونقول لهذه المدينة وداعني ايتها المدينة النائمة ثقافيا. كاينين مبدعين، كاينين فنانة كبار، شنو قلت لك في البداية؟ قلت لك هذوك الفنانة اللي انا قريت عليهم، الله يرحم البراشلي، الله يرحم حميد عمور، ناس كفاءتهم وتجربتهم اقوى من هاد ديال مراكش الدار البيضاء والرباط وكذا. ولكن للاسف فاس ما خداش نصيبها في الاعلام، ما خداش نصيبها في الثقافه، ما خداش نصيبها في التعريب، بطاقات ابداعيه. عندنا مرشدين وعندنا فكاهيين اللي انا عملت معاهم منذ واحد الزمان، كيوسف الهجاج، كعلاء العرجاني، كالاخ عبد اللطيف العسري، ما نكتبش عليك، قمت بمهرجانات كبيره مثلا بيع مولود ثقافي بين الملكي والشعب، درتها في السينما ديال الشعب، امكانيه جد متواضعه، ولكن الجماعه ما عندهاش دور. واحد الاخر ما عرفناهوش مازال بالحياه ولا توفى، اللي هو كان في المجلس البلدي هنايا، وكانت واحد الاخت هنايا هي من اتحاديين، طنانة، الاستاذه طنانة او بابا الفيلالي، كانوا يدعمون الحركة المسرحية لأنه الناس كانوا أطور، كانوا مثقفين، كانوا المجلس طلع بجماعة من المثقفين. أما جاني صدقاء جزار دباغ تيبيع الشحمة تيبيع، ما كاينش أطور مثقفة اللي غادي يمكن أنها بالجري بالمثقفين. فلهذا نتأسف، ولكن تنرفعوا البرقية ديالنا، الشكاية ديالنا إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نتمنى له عمرا طويلا وصحة وعافية، باش أن يوصل هذا الخطاب ديالي للسدة العالية بالله حول دعم الفنان بجميع الإمكانيات اللي هي محتاجها. أنا الآن تندير عمري 66 سنة، فين التقاعد وفين الإمكانيات؟ وحنا كبرنا، ولكن للاسف كنت في المسرحيه ديالي كنت غنيت، قلنا نديروا الهواتي والجلسه في القهواتي، لا قارو لا دكاتي زايدينها بالنميمتي، قالوا يردونا احترافه بالكسوه والجيافه، ردونا النقابه شطبونا بالشطابه، قالوا الاجتماع يكون دابا مع زعيم النقابه، ما كاين لا نقابه ولا وصراحه